من القوة إلى التلاشي وأعلان الإفلاس. كانت هذه مسيرة الشاب الحالم سام بانكمان في عالم العملات المشفرة. بانكمان كان المثل الأعلى في سوق الأصول الرقمية بعد جمعه ثروة وصلت لأكثر من 26 مليار دولار عبر استغلال الفرق في سعر بيتكوين بين آسيا والولايات المتحدة. الشاب سام بانكمان عرف بإنقاذه لمنصتين العملات المشفرة ليصبح شخصية بارزة وغير تقليدية، لقبها SBF وشركة اختصارها FTX تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 32 مليار دولار. لكن كل شيء تغير خلال أيام. المستثمرون يهربون رغم وعود بانكمان بالإنقاذ والسيطرة، ليصل في النهاية إلى ضربة الإفلاس القاضية. صدم العاملون في FTX بالانهيار. الجميع كان ينظر للحلم المسمى بانكمان، وهو الوحيد الذي نظر للأمر بواقعية وخرج للعلن معلناً إفلاس إمبراطوريته وبقائه في مكان إقامته بجزر البهاما بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.